اوكي اللفه اللي بعدها الفها عكس الاتجاه. طيب ولا ايه؟ عادي انت طيب. شكلك عايزه تجيبي لا 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 انا مدفع بس ولا ايه؟ في ايه؟ خلي بالك لو كررتي سؤال ما ت... اه ما انا عرفت المعلومه دي. ده انت مرزقه، انت محظوظه. سؤال رقم 10، اشتغلتي مع كريم فهمي فيلم حسن وبقلز، مظبوط. ايه رايك في الازمه اللي حصلت له بسبب ازمه منتصف العمر؟ المسلسل ده عمل ضجه كبيره جدا. هقول لك حاجه بصراحه، انا من ساعه ما المسلسل اتعرض وانا بصور لرمضان فانا لسه ما شفتوش. الجدل اللي حصل، انا شايفه الجدل بس انا مش عايزه احرق الاحداث يعني. كل الناس، انا شايفه انه في ناس كتير قوي بتكتب عنه من اول يوم، من اول حلقه، وشايفه ان هو ناجح جدا يعني بدليل ان كل الناس بتتكلم عنه، فده في حد ذاته نجاح. ابتديت احس انه في بقى شويه يعني كومنتات سلبيه مؤخرا بعد اول مثلا 4 5 حلقات، بس انا بحاول ما احرقش الاحداث، فكل كومنت يقول لك مثلا ايه يا جماعه لو ما شفتوش المسلسل ما تكملوش ما تقروش، فانا ما اقدرش احكم لاني فعلا ما شفتوش ومش عايزه اقرا عنه ولا اكون رايي قبل ما اشوفه. بس انا مش انا ضد فكره انه هو بيروج. انت كيسرى مع فكره الاعمال الجريئه عامه؟ هي مش مساله جريئه، ما هو الاعمال لازم يبقى فيها حاجه تستفزك باي شكل من لا الاشكال، لا فيها فكره مختلفه عن الطبيعي. ما هو الفكره اللي انا يعني شفت كريم العدل كاتبه انه ده بيحصل يعني ايا كان، انا ما اعرفش التفاصيل بالظبط بس انا عندي فكره عامه عن الموضوع يعني انه الحاجات دي موجوده، ما الحاجات دي موجوده، فهو ده واقع يعني. فلازم، مش هقول لك ان هو، انا ضد انه الفن بيحل مشاكل يعني، مش جو بقى رساله الفيلم وهنحل المشكله لما نعمل فيلم عن كذا، لا بس على الاقل الفيلم بيخلي الناس تفكر، تشوف نفسها، تشوف نماذج هي بتشوفها في حياتها، تبص حواليها للعالم بشكل مختلف او يعني بوعي اكتر، او يطلعوا من فيلم عندهم انت تساؤلات. لو اتعرض عليكي دور جريء في مسلسل او فيلم في الفتره دي بيتكلم برضو عن فكره جريئه او مختلفه، هتوافقي؟ اه طبعا، لو الدور عاجبني ومناسب ليا والمخرج حابة اشتغل معاه والسيناريو حلو. اه اقول لك على حاجه ما قلتهاش لحد، قول. انا السنه اللي فاتت كنت مكتئبه عشان والدي توفى، بس فكنت برفض اي شغل، كنت برفض اي شغل قبل ما اقراه، وحتى لو مع ناس بحبهم انا ما كنتش قادره اشتغل خالص، نفسيتي كانت تعبانه. فكريم كلمني قال لي انا عندي مسلسل اسمه كذا وعايزينك معانا، قبل ما حكاليش حاجه ولا بعت لي سيناريو، قلت له من الاول بص انا مكتئبه وانا جالي 20 حاجه ورفضتها، انا نفسيا دلوقتي تعبانه فما تضيعش وقتك معايا، لما هبقى احسن ان شاء الله نتجمع في حاجه تانية. فانا اصلا ما كنت، هو اصلا كريم ما جاتلوش فرصه ان هو يحكي لي، انا مش عارفه اصلا كان دور ايه، ما اعرفش كان انهي دور، ولحد دلوقتي ما سالتش يعني خلاص. بس انا في الوقت ده ما كنتش عارفه اصلا المسلسل عن ايه، ورفضته صدفه لانه انا كنت ساعتها مش قادره اشتغل ولا في ده ولا في غيره.